أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% لتستقر عند مستوى 2462 دولارا للأونصة، وسط جني أرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بينما ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. مشاهدينا، للحديث أكثر عن تطورات المعدن الأصفر يسعدنا أن ينضم معنا بالاستديو أستاذة فاطمة الحربي، المحللة في أسواق المال. أهلا بك معنا أستاذة فاطمة. يا أهلا ومرحبا، حياك الله. أستاذة فاطمة، يعني لو في البداية، كيف ترين الإقبال على التداول بالمعدن النفيس؟ إقبال جدا يعني جميل، وأنا أتمنى صراحة المستثمرين يحاولون يشوفون أسعار الذهب كتصحيحات، يعني ما يصير الواحد لما يصعد الذهب يروحون يشترون يركضون. هو صحيح الاستثمار بالذهب صحيح، والإقبال فيه صحيح 100%، أفضل من أي استثمار ثاني. نعم، يعني هذه نقطة أساس لازم كل الناس تحطها في بالها، أن الذهب بيحميك من التضخم، بيحميك من ارتفاع الأسعار، بيحميك أصلا من أزمات ممكن تصير ما نعلم عنها اللي قدام يعني. فجميل جدا الإقبال على الذهب، جميل جدا. كيف ترين الإقبال على الذهب أستاذة فاطمة في الفترة الأخيرة، خاصة وإحنا نشهد تطورات سريعة جيوسياسية في المنطقة وفي الإقليم؟ بمقصد شنو نصيحتي؟ نعم تمام، أنا نصيحتي الناس أنها تحاول كثر ما تقدر لما تشتري الذهب تخزنه سنة سنتين ثلاث، لأن أنا أتوقع للأمانة أتوقع أن سنة 2025 راح تكون أسعار الذهب جدا مرتفعة أكثر من الأسعار الحالية. نعم، ليش وشنو السبب؟ أكيد خفض أسعار الفائدة اللي الكل قاعد ينتظره حاليا. تمام، طبعا سعر الفائدة الكل قاعد ينتظره، ينتظر أخبار سعر الفائدة إن شاء الله بإذن الله راح يكون شهر 9 قادم. تقريبا بداية شهر 9 راح يكون الفدرالي الأمريكي مقرر يا أنه يخفض الفائدة يا أنه لا ما راح يخفض الفائدة. فهني الناس تقدر أنها تستغل هذا الموضوع، أنه ها نشتري الذهب الحين ولا ننتظر. نعم، فأنا لا، أنا أنصح الناس أن يتعلمون أكثر وين الوقت الصحيح. يعني هذه نصيحة يعني وايد دائما أقولها بكل لقاءاتي. نعم، يعني يا ناس لا تروحون تركضون تشترون بس عشان تسمعون في ارتفاع. صح، أي نزول هو شراء للذهب، أي نزول هو فرصة للشراء، وهذا يعني شيء يعني جميل، لأن الناس الحين صارت تفهم هذا الشيء. بس هي الغلطة الوحيدة اللي الناس تروح لها وايد، اللي هي لما يرتفع يروحون يركضون يشترون، هذه أكبر غلطة. الشراء عند ارتفاع الذهب غلط، غلط جدا غلط. بعد ما يرتفع ويخلص تقعدين تشوفين شنو سبب الارتفاع، تقرون أخبار، تستفسرون هل حدث جيوسياسي اقتصادي ولا سياسة نقدية تغيرت وهي اللي سببت ارتفاع سعر الذهب. نعم، هنا تقدر تعرف هل ممكن يكون في تصحيح هبوطي أنا أستفيد منه ولا أشتري لمدة سنة وسنتين. هذا كله يرجع للتحليل الفني والتحليل الاقتصادي طبعا. نعم، ما هي الفئات الأكثر اهتماما أستاذة فاطمة يعني بالتداول على المعادن بشكل عام؟ أكثر الفئات معلش ما فهمت. أكثر الفئات اهتماما بالتداول على المعادن بشكل عام والذهب أكثر الأصفر الفئات بشكل خاص. أوكي. مع أن أنا أتوقع الفترة الأخيرة صار في وعي بكثير من الفئات وليس فقط معين. بالضبط بالضبط. أنا بالنسبة لي أنا قاعدة أشوف أن مو بس الذهب المفروض أن الواحد يعني يركز عليه. تمام، وفي فئة ثانية من المعادن وايد يعني راح يكون عليه إقبال لقدام وراح يكون جدا غالي وممكن ما نقدر نشتري، واللي هو الفضة. نعم، الفضة له مستقبل كبير، ممكن ما راح أقول يساوي سعر الذهب، لا بالعكس ممكن هناك نستغل عن سعر الذهب لأنه راح يكون غالي حزتها ما راح نقدر عليه، بس راح نطالع الفضة لأسباب كثيرة، ومن أهمها أن حاليا إحنا مقبلين على نظام ذكاء اصطناعي ومقبلين على يعني تطور ممكن يصير فيه استخدام الفضة بشكل هائل. خلينا نتكلم عن قطاع الشرائح الإلكترونية اللي قاعدين يتعاركون فيها ما بين تايوان وأمريكا والصين، هذه طلبها على الفضة أكثر. غير كذي الفضة صعب ونادر، مو نفس الذهب، صعب ونادر، صعب الحصول عليه بالضبط أكثر من الذهب. غير كذي سعره الحالي فرصة للاستثمار، فرصة حاليا 27 دولار.
27 حاليا 27 دولار, الأونصة الأونصة. فأنا أتوقع 40% صعود للفضة في سنة 2025, يعني في وقت قصير أستاذة فاطمة. بالضبط, يعني نصيحة جوهرية منتصف. لا, أول ما يبدأ الفدرالي يخفض 3 مرات, هو طبعا أول تخفيضة راح يكون في ارتفاع 10% 15% طبيعي جدا, وبعدين يكون في تصحيح كل الأسواق العالمية. نعم, أي صعود لازم يكون بعد تصحيح. نعم أستاذة فاطمة, سوف نستكمل الحوار عن الذهب والفضة, ولكن مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى هذا الفاصل ونعود لكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام, ونستكمل الحديث مع ضيفتنا أستاذة فاطمة. كنا نتحدث قبل الهواء مباشرة عن الذهب والفضة والتداول بالفضة في الفترة القادمة. تفضل. بالنسبة للفضة, أنا ليش قاعد أنصح الناس للفضة الحين؟ هو الفضة حاليا سعره 27 دولار عالميا, وفي توقع, في توقع مو بس الفضة حتى الذهب, ولكن كأن سعر جيد لي أنا كاستثمار وأقدر عليه هو الفضة. يعني الفضة الأونصة 27 دولار, الذهب كم أونصته؟ 2444 دولار حاليا. حاليا إيه صح. تقريبا يعني الرقم للحين ثابت, وفي تذبذب لين تتغير الأسعار. خاصة اليوم حدث الكثير من التذبذب في الذهب. بالضبط بالضبط, اليوم خبر التضخم أسعار المستهلكين السي بي آي كان منخفض ولكن مو بشدة. راح أتكلم عن موضوع الفدرالي مع الفدرالي, سؤال الفدرالي راح أتكلم عن موضوع السي بي آي والأسعار المستهلكين. الفضة الآن سعره 27 دولار, وأنا توقعي أول ما يخفض الفدرالي الأمريكي, البنك المركزي الأمريكي الفائدة لأول مرة, لأول مرة صار له سنتين مو مخفض فائدة, كله يثبتها أو أنه يرفعها. وأظن بعد الانتخابات الأمريكية شهر نوفمبر, بعد الانتخابات الأمريكية راح تتغير الصورة بشكل كامل, وراح يندم اللي ما اشترى الفضة حاليا. نعم, راح يقول وين 27 دولار, راح يصير فوق 30 دولار. نعم, و 2025 أتوقع 40 دولار, اللي هو تقريبا من الحين ل 40 دولار 40% صعود. يعني 40% مبلغ مو بسيط. بالضبط, واذكر المشاهدين ان الفضه يعني مربوط بالذكاء الاصطناعي, ودائما الحين قاعد تسمعون موضوع الذكاء الاصطناعي, الذكاء الاصطناعي. صحيح, تبين شيء بالذكاء الاصطناعي, تبين شيء بالذكاء, الذكاء الاصطناعي هو اللي ماخذ الساحه. فارجع واقول الفضه له دخل في الذكاء الاصطناعي, في يعني في استثمارات للفضة في الذكاء الاصطناعي, مو بس بالذهب. الذهب نعم في صناعات للطيارات, صح قلتي لي هذا الكلام. وأيضا الفضة, الفضة على الطلب راح يكون جدا عالي في سنة 2025 و26. يعني نقدر نقول أن الفضة راح يكون من أفضل الاستثمارات أكيد في الفترة أكيد القادمة. أكيد أكيد أكيد, السعر الحالي فرصة للجميع, فرصة للجميع. بس تشتري تخزن, مو تشتري وتبيعه بعد شهر شهرين. هذا مو استثمار, هذا مو استثمار طويل الأمد. بالضبط. نعم. بالضبط. ما الفرق بين التداول على الذهب واقتناء الذهب كذلك؟ اقتناءه كتخزين. نعم. بالضبط. الذهب زينة وخزينة. ما نعترض على هذه الكلمة, وهذه متعودين عليها من إحنا صغار. صحيح. ولكن التداول شيء, وشراء الفيزيكال أو الحقيقي شيء ثاني. الحقيقي يحتاج أنك تنتظر مدة زمنية لا تقل عن سنة سنتين مع أحداث ممكن تصير. طبعا احنا شايفين الاحداث, يعني احداث جيوسياسيه تصير فجاه, احداث اقتصاديه ماليه, دائرة اقتصاديه تمشي والذهب يزيد معاها. تمام, انت عارف وانت عارفه ان الذهب راح يصعد, فكذهب حقيقي يبي طوله بال. ولكن التداول يحتاج سياسه ماليه, سياسه اداره, متى يصعد متى ينزل, لان في التداول تقدر تبيع وتشتري, مو بس تشتري. يعني تقدر تتداول بفارق السعر وحركه الحركه. يعني تقدر أبيع وأربح. إيه نعم, تقدر تبيع وتربح, تقدر تبيع وتشتري, وتقدر تأخذ الاتجاهين بالأرباح, ولكن مخاطرة عالية في التداول. بالضبط. المخاطرة جدا 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 عالية فوق ما تتصورين, لأن في ناس تدش بدون علوم. يعني معلش السوق هذا مو حظ, أو إن سوق الذهب أو الفضة و أسواق كثيرة مو حظ. الأرقام اللي تتحرك في الشارتات مو حظ, تتحرك بناء على ركود, انتعاش, تضخم, على بيانات اقتصادية وحركة اقتصادية. فهذا التمدد اللي قاعد يصير لازم أنت تتعلمه, هذا رقم واحد, اللي هي العلوم الاقتصادية في الاستثمار. العلوم الفنية, وهذا الشيء اختصاصي أنا. تمام,
العلوم الفنية اللي هي التحليل الفني، أي بمعنى التاريخ يعيد نفسه. شلون أنا أفهم التحليل الفني؟ لازم واحد يتعلم تحليل فني، لأنه يقول لك، وهذا الشيء اكتشفته للأمانة مو مرة، أكثر من مرة اكتشفته وأيقنت أنه فعلا هذا اللي قاعد يصير. التحليل الفني يعطي صورة للأمام، أي بمعنى للتداول. يسبق التحليل الاقتصادي، أي نعم، يسبق الأرقام اللي تظهر واللي الناس كلها تظهرها. يعني أنا مرات أتوقع أن التضخم مرتفع وما طلع رقم التضخم، فيطلع التحليل الفني قبل ما يطلع في الرقم. فهم علي هذه النقطة؟ يعني أستاذة فاطمة، تداول بالذهب يعني ضروري يكون في إلمام كبير، أكيد. دراسة مفصلة، يكون في خلفية كبيرة لدى المتداول بالضبط. حتى يتداول بالضبط، لازم يكون عنده خلفية في التحليل الاقتصادي، نعم، لازم يكون عارف الأحداث الجيوسياسية، هل راح تأثر أو ما راح تأثر، أو حدث عادي ومتعودين عليه. يعني الأحداث اللي تكون متكررة، هذه المتكررة لا عادية. يعني خلينا نتكلم عن نقطة، بهالنقطة هذه كورونا. أول ما طلعت كورونا تأثر الذهب وصعد، بعدين طلعت كورونا مرة ثانية وثالثة ورابعة، هل تأثر الذهب؟ ما تأثر، صحيح. فمعناته إحنا لازم نفهم الفرق الحدث، سواء كان جيوسياسي أو اقتصادي، هذا رقم واحد. رقم ثلاثة وهي المهمة جدا، التحليل الفني. من لا يفهم تحليل فني لا يتداول. خليك في الاستثمار واشتري الذهب خزينة وانتظر بس. هذه هي معلومة جميلة. أوكي أستاذة فاطمة، هل هناك معادن تنافس الذهب في التداول في الوقت الراهن؟ ذكرتي قبل قليل الفضة. لا، الفضة تداول لا، لا يعتبر، لا، مخاطرته أعلى من الذهب بكثير، نعم، لأن حركته ثقيلة. بمعنى احنا عندنا شيء اسمه النفط الخام والنفط البرنت. النفط البرنت ثقيل جدا في الحركة، فخسارته عالية جدا وربحه عالي جدا. تعرفين لما يقولك هذا شيء ثقيل حيل لا تحطينه فوق الطاولة ممكن يكسره، هذا البرنت وهذا الفضة، الحركة ثقيلة. ولكن الذهب والنفط الخام نفس الحركة، خفيف، فتقدرين أنت يعني تكونين مرنة معاه في الشراء والبيع في التداول. في التداول، والتداول يعني فيه أسواق كثيرة، يعني مو بس الذهب والفضة ولا النفط، أيضا هناك مؤشرات عالمية مثل النازك والداو جونز. يعني في امور كثيره، سوق مليان، بحر كبير، بس يحتاج ان تستندين على علم، بدون علم بتضيعون. نعم، يعني الم تخطف العملات المشفره الاهتمام في التداول على الذهب؟ بلى. انا كيف اختطفت؟ بس شوفوا بقول لكم شغله، مو كل شيء يلمع بعينكم هذا معناته صح. مو، لا مو صح. يعني انا بس السؤال وابي اجابه منك. الحين البيتكوين، البيتكوين الكريبتو، هذا السوق مبني على شنو؟ مبني على يعني طاقة كهرباء، صح؟ طيب خلينا نتكلم ان الطاقة هذه طفت، الكهرباء طفت، صار لا سمح الله شيء، لا سمح الله طفت الكهرباء، من اللي راح تشوفينه؟ البيتكوين والعملات المشفرة ولا الذهب والفضة؟ الذهب اكيد، صح؟ صحيح، لان الذهب والفضة تبني دول، الذهب والفضة تبني دول، ولكن البيتكوين والكريبتو راح ينتهي زمانها بضغطة زر. يعني مخاطرته أعلى من أن أنت تتداولين في أي سوق في العالم. ممكن أنك أنت تأخذين فيه تحليل فني، نعم ينجح، ونجح معي أنا كثير. يعني مرات يصعد بثلاثة أيام 24%، ثلاثة أيام، وينزل بثلاثة أيام 30%، مخاطرته عالية جدا وربحه حلو، بس يحتاج واحد يكون عنده يعني احترافية. تتوقعين يعني هو قصير؟ ما أنصح فيه. أي ما يتم شخصيا ما أنصح فيه، في ناس وايد تنصح فيه، أنا شخصيا ما أنصح فيه لعدة أسباب. العالم متغير، ممكن هذه دقمة ضغطة زر تنتهي هذه العملة، فأنا ما أنصح فيها للأمانة. الذهب والفضة يعني فيها مخاطرة كبيرة. أي شيء الملموس حلو، حلو، صحيح. سوف نستكمل حديث أستاذة فاطمة، ولكن مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذا التقرير ونعود لكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستكمل الحديث مع أستاذة فاطمة. قبل قليل تحدثنا عن الفيدرالي الأمريكي، وكان عندك ملاحظات أستاذة فاطمة حابت يعني تتكلمين فيه بشكل مفصل أكثر. بالضبط، أتمنى أي أحد إذا كان يستثمر ذهب أو يتداول ذهب أو فضة أو أي كان في الأسواق العالمية، نعم، لا ينسى أن في هناك شخص يتحكم بحركة السوق بشكل جدا كبير، وهو الرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حاليا، تمام؟ فجيروم باول حاليا أو الفيدرالي الأمريكي، إحنا متعودين نقول فيدرالي أمريكي، عنده قرار قريب جدا وهو شهر 9 وشهر نوفمبر ديسمبر.
هالثلاث شهور لنهاية 2024 مهمة جدا المستثمر انه يركز عليها. شنو هي فاطمة؟ سعر الفائدة. سعر الفائدة حاليا 5.50%، ولم يتم خفض أسعار الفائدة، وهناك وعود بأن سيتم خفض أسعار الفائدة، والناس كلها منتظرة هذا القرار، مو بس الأسواق العالمية، حتى الكريبتو والبيتكوين. نعم. يعني بتقولي لي فاطمة شكو البيتكوين في الفيدرالي، أقول له دخل. شكو النفط في الفيدرالي، له دخل. كل الأسواق حتى أسواقنا المحلية تنتظر الفيدرالي الأمريكي. فالفيدرالي الأمريكي بنسبة جدا جدا عالية وتفوق 60%، ما راح أقول أكثر، 60% حسب التوقعات الاقتصادية، أن راح يخفض الفائدة 25 نقطة أساس لشهر 9 بإذن الله. أول تخفيضة راح تهز الأسواق، بس لازم تركزون أن بعد تخفيض سعر الفائدة أو قرار سعر الفائدة راح يكون بعد نص ساعة من قرار الفائدة مؤتمر صحفي، والمؤتمر الصحفي راح يكون بين جيروم باول والصحافة، راح يسألون أسئلة، هل راح يكون هذا الخفض الأول ولا هناك خفض آخر؟ هذا السر. إذا قال هناك خفض آخر، هني تقدرون تقولون حق الذهب والفضة طيران. حلو. ولكن إذا قال بس هذا الخفض وننتظر بيانات أخرى لأسعار المستهلكين والمنتجين اللي هم CPI والBPI، فمعناته الفيدرالي للحين مو مقرر أنه يخفض إلا مرة واحدة، وقرار خفض الفائدة مرة واحدة لسنة 2024 ما راح يرفع الذهب ولا راح يرفع الفضة ولا البيتكوين أيضا. تمام. فأتمنى الناس تنتبه من قرارات الفيدرالي والمؤتمر الصحفي بالذات، لأنه هو اللي يقلب الأسواق. في ناس بس على القرار زينب، يعني تاخذون القرار وخلاص. لا لا، قرار الفيدرالي بروحه ما راح يعطيك الشيء اللي تبيه، بل بالعكس، لابد ومن الضرورة انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها تقدرون تتخذون قراركم، اللي هو راح يكون شهر، يا أنه يخفض مرة لسنة 2024 أو ثلاث مرات ابتداء من شهر 9 بإذن الله. وإذا صار أكثر من مرة استاذة، إذا خفض أكثر من مرة أو وعد في المؤتمر الصحفي إنه يخفض ثلاث مرات، يعني شهر 9 ونوفمبر وديسمبر، فلا، هني 2025 ذهبية فضية. يلا إن شاء الله نتمنى استاذة فاطمة. كلمة حابة توجهينها للمتداولين على الذهب. بالضبط، المتداولين والمستثمرين، لأن أنا يتابعوني وايد، ويعني مستثمرين سبائك ومتداولين لحظيين يوميين. ويعني أقدر أقول لهم النصيحة هذه من القلب، وهم يعرفوني شخصياً، أنا دائماً أنصح في صفحتي ودائماً يعني أعطيهم الشيء اللي الله يقدرني عليه. تعلم، تعلمي، مو عيب. في ناس مو ما يصير لهم التداول، شخصيات التداول، شخصيات. أنت شخصية متداول تقدر، مو أنت شخصية متداول مو غصب تدش، لا تتداول، أعطي غيرك يكون هو أفضل منك، بالعكس. تمام، اعطي غيرك ثقه، او انك تعلم، او انك تشتري خزينه وتخليه تصبر عليه. التداول مو لاي احد، التداول مو لاي احد. في شخصيات تدخل عناد، في شخصيات تدخل تنتقم من السوق. خلاص انا خسرت لازم اعوض، لا غيري ربح لازم اصير نفسه، ما ينفع. يا انك تتعلم، يا انك تبتعد عن التداول، يتجه للاستثمار عن طريق السبائك او غيرها. اي استثمر، حطه بيدك. وهل هو فعلا مجدي استاذه فاطمه الاستثمار بالسبائك؟ اي، بس للي عنده كميات يشتري كميات، اما اللي يشتري ليرات وهذا لا، ما راح يكون في فرق، يعني هذا لازم ينطر 5 سنين على الاقل. الاقل على جانب. بالضبط بالضبط. لكن التداول هو اسرع. التداول جميل، وانا الحمد لله رب العالمين، يعني شغلي الخاص، وقاعد اعلم حتى فريقي. أنا عندي فريق شباب وبنات الحمد لله رب العالمين، كانوا 3 أشخاص الحين صرنا فوق 10. نعم. وعندي يعني شباب برا الكويت وداخل الكويت، لي الفخر. تمام، أني أنا قاعد أعلمهم وأدربهم وأوعيهم علشان يقدرون يعني يستندون على نفسهم. التداول يخليك أصلا أقوى، بالعكس التداول ما راح يخليك ضعيف. ضعيف لما أنت تنتقم، ضعيف لما أنت تعاند، ضعيف لما أنت تقول خلاص اللي ببالي أسويه. لا، ما يصير. تعلم، شوف السياسة، في علوم رياضية زينب، ترى التداول في علوم رياضية، يعني في رياضيات تقدرون تدخلونها في التحليل الفني وتاخذون مناطق صحيحة. نعم. يعني مو غلط لما تتعلم لي دورة أو دورتين، مو غلط أنه يكون عندك خلفية تكون قوي لما تدش. نعم. فنصيحتي اللي حاب يدش هذا المجال في تداول، كلمة تداول بين قوسين، لازم تتعلم، ما تتعلم بتضيع، انتهى الكلام، هذا أنا قلتها.
يعطيك ألف عافية أستاذة فاطمة، وشكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم على كل هذه التفاصيل، يعني صراحة تفاصيل دقيقة ومهمة لمن حاب يتداول في الذهب أو أي من المعادن الثمينة. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم أستاذة فاطمة الحربي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة، في أمان الله.